من مدينة بتنا الجزائرية ينضم إلينا الدكتور نجيب بيطام الأستاذ بجامعة بتنا والباحث السياسي والقانوني. سيد الفاضل، ما هو تأثير هذه الشكوى التي قدمت إلى الادعاء السويسري؟ بداية قبل ذلك وربما ردا على استفساركم في المداخلة تاعكم، أنه هذا الشكاوى هي مجموعة شكاوى وليست شكوى واحدة، مجموعة شكاوى قامت بتقديمها منظمة، مجموعة من الأفراد تنتمي إلى ما يسمى بمنظمة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وهذه عند موجودة في سويسرا وفي عدة فروع في عدة دول في أوروبا، وتقدمت بعديد الشكاوى في مختلف مدن في سويسرا كمدينة بازل ومدينة بيرن وكذلك مدينة زيورخ، وقد تلقاها المدعي العام السويسري وهو بصدد فحصها. عن مدى تأثير ربما هذه الشكاوى، أنت تعلم سيدي الفاضل أنه القانون السويسري يعطي الولاية للقضاء السويسري للمدعي العام القضاء السويسري لفتح تحقيقات في كل الشكاوى التي يتلقاها من الأفراد ضد مسؤولين كرؤساء أو وزراء أو مسؤولين عسكريين تحوم حولهم شبهة تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، حتى وإن حدثت هذه الجرائم خارج التراب السويسري. وهذه نقطة مهمة جدا، تلاحظ معي يعني الولاية القضائية للقضاء السويسري تمتد إلى بعض الجرائم خارج الإقليم السويسري متى ما كانت تشكل جرائما ضد الإنسانية. والقضاء السويسري يعني عنده سوابق في هذا المجال، يعني تلقى شكاوى بخصوص الجرائم التي حدثت في رواندا في خلال سنة 1994، أيضا تلقى شكاوى وتابع مسؤولين عن جرائم ارتكبت في البوسنة، أيضا القضاء الفرنسي له سابقة في هذا المجال عندما تلقى شكوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة زيارته لفرنسا. إذن تلاحظ معي أن بعض الدول الأوروبية في القوانين تاعها الداخلية تسمح لها ببسط ولايتها لمتابعة أشخاص حتى ولو لم يكونوا من جنسية سويسرية، مسؤولين سياسيين تحوم حولهم شبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي أي موضع نضع هذه المطالبة؟ هل ننتظر من هذا الفعل السويسري فعلا أم ننتظر منه أنه مزيدا من الضغط وإيضاح الصورة التي لم تتضح داخل العالم الغربي استنادا إلى ما جرى من جنوب إفريقيا ومحكمة العدل الدولية وهذا المسلسل وصولا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؟ صورة ذهنية يعمل الغرب على تغييرها بذاته، هل هذا ما ننتظره؟ تمام، كلامك يعني صحيح 100%، فيه تطور يعني حاصل على المستوى الدبلوماسي وكذلك على المستوى القانون الدولي، على المستوى الدبلوماسي كما تفضلت، يعني تغيير في مواقف عديد من الدول الأوروبية التي كانت في بداية هذا الحرب ضد قطاع غزة تعزر وتساند دولة الكيان الإسرائيلي، فيه تراجع يعني كثير من الدول لا سيما في فرنسا في مواقفها الأخيرة، أيضا تطور وتحول في مواقف المنتديات الدولية، الجمعية العامة المتحدة، مجلس الأمن، كذا كلها يعني حولت يعني مواقفها، أيضا حتى بالنسبة للحليف الاستراتيجي في هذه الأيام الأخيرة الرئيس بايدن يتذمر كثيرا من سياسة نتنياهو التي تهدف إلى مواصلة هذه الحرب. وبالتالي هذه الخطوة التي حدثت البارحة واليوم، يعني لأن الشكاوى تم تقديمها البارحة الخميس وينظر فيها المدعي العام السويسري اليوم في سويسرا، تشكل تطورا هاما، يعني ربما أنا أرى كقانوني ما عجزت عليه بعض المنتديات الدولية كمجلس الأمن وكذا، الآن هناك مجموعة من الأفراد تستند إلى قوانين محلية كما يحدث اليوم في سويسرا لمتابعة هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين الذين ظلوا يعتقدون أنهم يتمتعون بالحصانة ويتمتعون يعني حماية على البعد الدولي. أنت تعرف أنه من شأن يعني من الأثار تاع الشكاوى أنه ننتظر يعني بشغف يعني كقانوني أنتظر وأتابع الأخبار الآن، لأنه سيصدر بعد لحظات أو بعد دقائق بيان عن المدعم الإسرائيلي ليقول يصدر فيه موقف القضاء الإسرائيلي، هل سيتم منع الرئيس الإسرائيلي من مغادرة التراب السويسري أم
أنه ستتم سيقوم الرئيس بمغادرة سويسرا قبل ما يصدر هذا البيان من المدعي العام. على أي حال كل ذلك يشكل تطور هام وقانوني هام ورائع لحصار أو محاصرة إسرائيل على المستوى الدولي للضغط عليها لوقف هذا العدوان على قطاع غزة. شاكر لك هذا الانضمام إلينا من مدينة باتنا الجزائرية الدكتور نجيب بيطام، وأنت الأستاذ بجامعة باتنا والباحث السياسي والقانوني، شكرا لك سيدي.